أنا مصري وعايش هنا في المغرب بقالي 25 سنة، وفرحان بالقرية المصرية لما جت هنا، والشعب المغربي الله يرضى عليهم كلهم قابلوا القرية المصرية ووقفوا جنبهم جامد، يعني شجعوهم. ما كنتش متخيل ان المغربي هيقف كده جنب المصريين يشجعهم، واتضموا العرب جنب بعضهم للكوره. ونشكر سيدنا ربنا يديله الصحه وفي شر المرض، ساعدنا وساهم معانا. كنشكروا السلطات المحليه ديال مدينه طنجه على هذا الحفاوه وعلى هذا التنظيم الجيد، ومبروك الفريق الاهلي، مبروك شرفوا العرب في هذا الموندياليتو، والشكر موصول للجميع اللي ساهموا بكل الطاقات وكل جهود الخفاء وكل من ساهم في هذا الموندياليتو. الحمد لله على المكسب النهارده، وعايز اشكر كل الجمهور المغربي اللي جه النهارده يساندنا، وكل الناس اللي جم من مصر، والحمد لله ونشكر ربنا على المكسب. وان شاء الله ماتش ريال مدريد هنعمل نتيجه حلوه ان شاء الله. محمد مرتجي من دوفار تنجز الكشفيه الحسنيه ماريبيا. حنا قمنا بواحد المبادره في الحفل افتتاح الموندياليتو، المبادره اللي كتقوم بالتحسيس ديال الجماهير بجمع النفايات من بعد كل مقابله، وبغينا المبادره هذه نعموها في جميع الميادين ان شاء الله في البطوله الوطنيه المغربيه.